أظهرت لقطات جوية نشرتها السلطات الأيسلندية حمما تتدفق من بركان ثائر بالقرب من البلدات التي تم إخلاؤها. وكان ثوران البركان الذي بدأ بعد 8 مساء السبت بتوقيت غرينتش وهو الرابع منذ ديسمبر الماضي. وقال مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندية في بيان إن الشق الذي تتدفق منه الحمم يقدر طوله بنحو 2.9 كيلومتر، وهو نفس حجم الثوران الأخير في فبراير الماضي.